أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم. النهاردة معنا درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو التعبير الكتابي، كتابة مقال إقناعي. ويلا يا أولاد مع بعض نبدأ الشرح. فالمقال الإقناعي يا أولاد هو نوع من الكتابة، والكاتب في المقال الإقناعي بيحاول إن هو يأثر في القارئ ويخليه يقبل وجهة نظره، وده من خلال أساليب منطقية وعاطفية. أما عن عناصر المقال الإقناعي، فأول عنصر معانا العنوان، ولازم يا أولاد العنوان يكون مناسب للموضوع ويكون عنوان جاذب لانتباه القارئ. تاني حاجة معانا المقدمة، والمقدمة بتتضمن أي بتشمل الفكرة الرئيسية، والمقدمة كمان لازم تجذب انتباه القارئ، وقد تكون المقدمة دي سؤال أو جملة خبرية أو إحصائية غريبة. تالت حاجة معانا الأسباب والأدلة، وعندنا تلات أسباب وتلات أدلة على الأسباب دي، والأدلة بتبقى نوعين، إما أدلة عقلية بتعتمد على الذكاء والمعرفة، أو أدلة نقلية من الأبحاث والدراسات. آخر حاجة معانا الخاتمة، والخاتمة دي بتيجي عشان تأكد الفكرة الرئيسية وتلخص لنا الأسباب اللي احنا قلنا عليها، كمان بتدعو القارئ لتبني وجهة نظر الكاتب. بننتقل يا أولاد بعد كده لأنشطة صلاح التلميذ على كتابة مقال إقناعي. معنا نشاط ألف، اقرأ النموذج الآتي للمقال الإقناعي ولاحظ تحليل عناصره ثم أجب، وعنوان المقال اللي معانا كن رفيقا. بعد كده المقدمة، إن من صفات البشر الرحمة مع المخلوقات كافة، ومن أهم تلك المخلوقات الحيوانات، فيجب النظر للحيوان على أنه مهم ومفيد في حياة الإنسان، فهو يساعده على عمارة هذه الأرض واستمرارية الحياة عليها. سيتوجب علينا حماية حيواناتنا التي نمتلكها لما لها من فوائد وآثار تعود على الفرد والمجتمع. وطبعا المقدمة هنا بتشمل الفكرة الرئيسية وفيها جذب الانتباه القارئ زي ما احنا قلنا. بعد كده بننتقل للأسباب، عندنا ثلاث أسباب وأدلة على الثلاث أسباب اللي معانا. والسبب الأولاني هنقول إيه؟ فأولا الحيوان من المخلوقات التي تشارك البيئة التي نعيش فيها، وبالتالي حين يمرض الحيوان فقد يعرض ذلك حياة البشر للخطر وينقل الأمراض إليهم. الدليل على الكلام ده إيه؟ ولذلك اهتمت الدول بدراسة علم الطب البيطري لحماية الإنسان من أمراض الإيه؟ الحيوان، وتحسين الحيوان ضد الأمراض، والاهتمام بصحتها وعدم تعرضها للضرب أو القسوة. ده سبب أول ودليل على الكلام ده. بعد كده السبب الثاني، ثانيا اقتناء الحيوانات الأليفة يؤثر على الفرد تأثيرا إيجابيا. يعني أنا لما أربي حيوان أليف ده بيأثر عليا تأثير إيجابي. الدليل على الكلام بتاعي إيه؟ فقد خلصت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن اقتناء الحيوانات الأليفة مفيد لصحة القلب، ويقلل التوتر ويزيد من احترام الذات ويجعل الأشخاص اجتماعيين أكثر. بعد كده السبب الثالث، ببدأ أقول إيه؟ وأخيرا فهو يساعد على تقوية الجانب الإنساني لدى الناس لتحقيق التعايش بين الكائنات. يبقى السبب الأخير فهو يساعد على تقوية الجانب الإنساني لدى الناس. طب الدليل إيه؟ لتحقيق التعايش بين الكائنات، فالإحسان للآخرين يمنح السعادة للمحسن ويقضي على النزعة العدوانية لدى بعضه. آخر حاجة معنا يا أولاد الخاتمة، والخاتمة اللي معانا بتقول، فسعادة الفرد لا تكتمل إلا بسعادة الآخرين، فكن رفيقا، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه وحلاه، وما نزع من شيء إلا شانه وقبحه. بعد كده بيقول لك فكر ثم اختر. استخدم الكاتب في المقدمة، هل جملة خبرية ولا سؤال ولا إحصائية؟ طبعا استخدم جملة خبرية. نمرة 2، يتحدث الكاتب عن الرفق بالحيوان ولا المخاطر التي تهدد البيئة؟ الرفق بالحيوان. ذكر الكاتب في المقال الإقناعي أسباب ولا أدلة ولا أسباب وأدلة؟ طبعا أي مقال إقناعي لازم يكون فيه أسباب وأدلة. نمرة 4، استخدم الكاتب في المقال أدلة نقلية فقط، عقلية فقط، نقلية وعقلية؟ هنقول نقلية وعقلية. نمرة 5، لخص الكاتب وجهة نظره في مقدمة ولا أدلة السبب الأول ولا الخاتمة؟ طبعا التلخيص دي يا جماعة بيبقى في الخاتمة. بننتقل يا أولاد لنشاط باء، اقرأ المقال الإقناعي الآتي وحلل إلى عناصره في الجدول. وعنوان المقال اللي معنا اقرأ. منذ القدم تعد القراءة من أهم الوسائل التعلم الإنساني، فبها يكتسب الإنسان المعارف وبها يتطور ويتقدم في شتى مناحي الحياة. وترجع أهمية القراءة إلى مجموعة من الأسباب، دي بالنسبة للمقدمة. بعد كده بنيجي على الأسباب والأدلة.
أول تلك الأسباب أن القراءة تمنح الإنسان القدرة على مواجهة الحياة. كلما زادت معارف الإنسان زادت خبراته التي تمكنه من مجابهة صعوبات الحياة وصعابها وتجعل لديه حلول لمعظم العقبات والمشكلات. ثانيا، القراءة تحفز العقل، وقد أثبتت الدراسات أن الذي يواظب على القراءة بشكل منتظم لديه قدرة على تحليل الأمور ويعمل دماغه بشكل أفضل ويصبح أبعد الناس عن الأمراض العقلية. آخر سبب معانا، أما السبب الأخير لأهمية القراءة فهو أنها السبيل الوحيد للإبداع وبناء الأدباء والمفكرين، فقد قال العقاد: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى هي أعمار العلماء والمفكرين الذين يقرأ لهم. وختاما، فإننا نحتاج إلى التقدم والتطور، ودي طبعا الخاتمة، ولن يتم ذلك إلا بالقراءة، فنخصص من يومنا دقائق معدودة للقراءة. وبينهي الكاتب المقال بتاعه بسؤال لجذب انتباه القراء. بعد ما قرينا أولاد المقال بنحلل المقال الإقناعي إلى عناصره. أول حاجة العنوان اقرأ. المقدمة: منذ القدم تعد القراءة من أهم وسائل التعلم الإنساني لحد ويتقدم في شتى مناحي الحياة. بالنسبة للأسباب، السبب الأول: القراءة تمنح الإنسان القدرة على مواجهة الحياة. الدليل على كده: كلما زادت معارف الإنسان زادت خبراته التي تمكنه من مجابهة صعوبات الحياة تجعل لديه حلولا لمعظم العقبات والمشكلات. بالنسبة للسبب الثاني: القراءة تحفز العقل. الدليل على كده أن أثبتت الدراسات أن الذي يواظب على القراءة بشكل منتظم لديه قدرة على تحليل الأمور ويعمل دماغه بشكل أفضل ويصبح أبعد الناس عن الأمراض العقلية. بالنسبة للسبب الثالث: القراءة هي السبيل الوحيد للإبداع وبناء الأدباء والمفكرين. الدليل على كده قال العقاد: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى هي أعمار العلماء والمفكرين الذين يقرأ لهم. آخر حاجة معنا الخاتمة. الخاتمة هنا بتقول إننا نحتاج إلى التقدم والتطور، ولن يتم ذلك إلا بالقراءة، فنخصص من يومنا دقائق معدودات للقراءة. بننتقل بعد كده يا أولاد لنشاط جيم. اكتب مقالا إقناعيا عن دور الأخلاق في بناء المجتمعات. وجاب لنا هنا عناصر المقال الإقناعي: العنوان أهمية الأخلاق وتأثيرها على المجتمع، المقدمة: الأخلاق هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمعات. السبب الأول: الأخلاق تقوي الروابط بين أفراد المجتمع. الدليل: نتائج دراسات علم الاجتماع التي تبرهن على دور الأخلاق في تقوية العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع. السبب الثاني: الأخلاق تنمي في الإنسان حب الوطن. الدليل على كده تاريخ الأمم شاهد على انتصار الأمم في حروبها ضد الأعداء راجع إلى الأخلاق الشائعة في المجتمع. السبب الثالث: الأخلاق تنشر السلام والأمن. الدليل على كده إحصائية بأكثر البلدان أمنا وسلاما وعلاقة ذلك بالأخلاق السائدة. آخر حاجة معنا الخاتمة اللي بتقول: نشر الأخلاق وتعليمها ضروري لبناء المجتمع وتقدمه. ويلا نكتب يا أولاد مع بعض المقال الإقناعي. فأول حاجة أكتبها العنوان: أهمية الأخلاق وتأثيرها على المجتمع. بعد كده أكتب المقدمة اللي جايبها لي: الأخلاق هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمعات، وترجع أهمية الأخلاق إلى مجموعة من الأسباب. هبدأ أعرض الأسباب والأدلة عليها. أول تلك الأسباب: أن الأخلاق تقوي الروابط بين أفراد المجتمع. الدليل على كده فقد أكدت نتائج دراسات علم الاجتماع على أن الأخلاق لها دور كبير في تقوية العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع. أبدأ أعرض بعد كده السبب الثاني والدليل عليه. السبب الثاني: ثانيا، الأخلاق تنمي في الإنسان حب الوطن. الدليل على كده فتاريخ الأمم، وبحط طبعا كل ما أقول دليل بحط فصلة تحتها نقطة اللي هي الفصلة المنقوطة. فهبدأ أقول الدليل: فتاريخ الأمم شاهد على أن انتصار الأمم في حروبها ضد الأعداء راجع إلى الأخلاق المنتشرة في المجتمع. أما السبب الأخير لأهمية الأخلاق فهو أنها تنشر السلام والأمن. الدليل على كده فقد أكدت إحصائية على أن أكثر البلدان أمنا وسلاما هي التي تسود فيها الأخلاق. آخر حاجة الخاتمة وختاما، فإن نشر الأخلاق وتعليمها ضروري لبناء المجتمع وتقدمه.